حرية في الملعب بمعنى أن يراوغ ويصنع ما يريد ويفعل ما يريد في الملعب. وهذه الثنائيات الرسميين لكلا البلدين في حديقة الأمراء بباريس. المنتخب القطري ياخذ الأسبقية. الى المباراة الحدث الى البارك دي برانس يا باريس في احد اعرق الملاعب العالمية حديقة الأمراء البارك دي برانس. تونس لحراسة المرمى ايمن دحمان دراجر مرتضى بن والناس منتصر الطالبي ديلا مقابلة مع ماتش نهار الجمعة ضد غانا عن التغييرين فقط المدرب تيتيا خطيرة جدا انطلاقة عرضية برافو دفاع صدارة للبرازيل في نفس يمشي الجاز سيف الجزيري يهز على اليسار تلعب بالكرة منتخب تونس يلعب الكرة باهية توسعة ممتازة اضرب يا سخيري ما جاتش ما يخش مساحة داري خطيرة جدا باكيتا ركز وتموقع مهم جدا اللاعب هذا لوكاس باكيتا اللي كان يلعب الان في الهامرز رافينيا كرة من رافع خطيرة جدا رد بالك انا متوتر وخايف مثلكم في اول الدقائق لكن شويه شويه ندخل في الماتش نتسرح ونتحروا الناس كل صفات كره خطيره رافينيا التسديده والدفاع والثانيه والهصاو ما يشوتش خطيره الكره التوسيعه دويل الكره في دار دفاع خطيره والهدف الاول 1-0 قوة السلساو شوف الإصرار من تيتي قلت المنتخب البرازيلي وفي للتسجيل المبكر في 11 دقيقة المنتخب البرازيلي برافينيا البرسا يمر في مرمى دحمان هدف لصفر للبرازيل إذا ما يأثرش معنويا سيناريو كرة تمشي من عيسى عيسى يلعب كرة مرتضى خسارة البونتو بتاعهم المنتخب جاهز والفاول موجود شوف عيسى شوف عيسى متى وجدنا روح يا بن سليمان تمشي كرة من أنيس أنيس بن سليمان ضربة الراس إلي إلي أثق فيكم عدل يا مونتا عدل عدل يا طالبي الطالبي وأليسون صار مطلوب هذه الخضرة يا برازيل جول جول 1-1 أونو أونو 1-1 عن طريق منتصر الطالبي يطلع في أرض البارك احتلال تونسي لباريس ويسجل من غير تسليم بالراس يا 1-1 تونس 1-1 تونس انك لست في رادس لست في ولاول ولا احلام هدف تاريخي فماش تسلل فماش تسلل والهدف الثاني والهدف الثاني عن طريق الراف ريتشارلسون ما فرحناش اكثر من دقيقه اوف سايد ما فماش والكره في دار الدفاع والهدف الثاني في مرمى دحمان شكلها مباراة للتاريخ تاع 3-2 3-3 احنا مصحين وقابل يمشي النمس يوسف المساكني شر كرة المرتضى عاودها له وكرة وركن ملعوبة خطيرة الدفاع مشكل الدفاع مشكل حقيقة دفاع مشكل دفاع كارثي طويلة هدف كازيميرو لرافينيا كرة طويلة وهذه كرة حذاري حذاري كرة ثابتة وفما ضربة جزاء حذر برشا أخطاء من الأولاد عيسى هذه زادة يا عيسى تسعة ما يزف مار نيمار نيمار السلساو جول 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 الهدف الثالث للبرازيل هدف الثالث للبرازيل هدف الثالث للبرازيل عن طريق نيمار نرجع نركزوا ما نفتقدوش الثقة من يصوت جمهور يصنع الحدث ويستبلان تمشي كرة خطيرة والحارس أليسون بيكير والتسديدة مرة ثانية ودي لوكاس باكيتا نعاود الكرة ترى من الزاوية هذه حكى
الحكم البرازيلي حذاري التسديدة والهدف الرابع مش معقول. الهدف الرابع للبرازيل، هدف رابع للسيليساو. مشكل كبير الحقيقة دفاعيا وفي حراسة المرمى. برشا الأهداف هذه فيهم أهداف معناها ممكن تفاديها للأمانة. 4-1 برازيل. نيمار يلعب كرة مرة أخرى بين الدفاع بالرأس خطيرة والحارس. دقيقة في اختيار التشكيلة، فما مجازفات. الخزري أكثر ريتم وأكثر إيقاع وأكثر نسق. نبدأ بالخزري والعشرين دقيقة الأخرى اللعب لأولاده منهم يوسف. تخمروا الأولاد الحقيقة، تخمروا برشا. ورقة حمراء على ديلان برون. جيت كانت معناها هنا مدافع يلعب في ساليرنيتانا محترف في الدوري الإيطالي. مساكن مساكن باهي من يوسف. يوسف المساكن يلعب بش فينيسيوس جونيور خطيرة. كورة والدفاع يتصدى. فينيسيوس شوف الكنترول، شوف الكنترول، كنترول تفسر اشتر الإجابة. كورة أليكس، أليكس خطيرة جدا بالرأس والحارس. الرافينيا، الرافينيا، الرافينيا بسهولة يوزع مش ممكن. برافو. والصعوبات يمشي فينيسيوس ومش ممكن. خطيرة جدا فريد تشوت، فريد كرة براوت. كرة خطيرة من العيدوني طويلة من عيسى. طويلة، هدف أبيض، هدف أبيض. مسيطر على الكرة المجرية في آخر السنوات في العشرين الأخيرة. يحاولوا بعشرة. ترجع كرة من عيسى، عيسى يدخل، عيسى، عيسى حط الكرة، عيسى ضرب من 30 متر بن سليمان. باهي ردة الفعل، باهي ردة الفعل من منتخب تونس بهذه الكرة اللي اعطيوس على منطقة الجزاء. التسديدة ومر. ترجع الكرة على طريق دراجر، دراجر باهي الكرة، يمشي خزري واليسون للخطير نيمار. نيمار يلعب للدو، اضغط. كرة خطيرة من نيمار، نيمار عاون في الاتاك الان. مرتضى حلوة برشا، اضرب يا خزري، اضرب يا خزري. واه يا واه يا على الكولوار، يمشي كرة من جونيور اوت. حلوة الكرة، قاعدين نلعبوا الان الحقيقة. خزري يا خزري يا خزري، حذاري خطيرة والدفاع والهدف الخامس. الهدف الخامس للمنتخب البرازيلي عن طريق بيدرو. خطا في العمق، كرة في الوسط وبيدرو وحده يشوت ويسجل الهدف الخامس للبرازيل. أكبر هزيمة للمنتخب التونسي. هو التسديدة والحارس دحمان تصد. فينيسيوس شوف الدفاع، خطيرة جدا. نيمار يمشي كرة، نيمار، نيمار خطيرة بالراس وفرصة كبيرة. يا خزري يحط الكرة، خزري كرة اوت. مباراة في لحظات ممكن على 5-1 تونس. البداية كانت قوية للمنتخب البرازيلي بجول من رافينا بالراس. رجع المنتخب التونسي وطمعنا من منتصر الطالبي، ثم كان الانهيار او كان العنوان الأقوى للمنتخب الأفضل.